اولا السلام عليكم. بكل صراحه يعني كنظن بان حنا جينا لهذه المقابله هذه باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، وكان نحاولوا باش نخرجوا بواحد النتيجه ديال الفوز، ولكن نرجعوا نقولوا بان لعبنا ضد واحد الفريق اللي فريق منظم على ارقام الميدان، كان عنده لاعبين في المستوى اللي بكل صراحه حنا قرينا كل نقطة ديال الضعف ونقطة القوة ديال الفريق. وفي الشوط الأول يعني بحال اللي كنقولوا جاتنا واحد ضربة الجزاء اللي مع الأسف ضيعت، لو كنا سجلنا ديك ضربة الجزاء كنا غنكونوا أحسن الشوط الأول مع ضد الفريق المغرب الفاسي. في نفس الوقت كتسجل علينا الإصابة شنو كان علينا لأننا نرجعوا ونحاولوا نبقاو مركزين اللاعبين، يعني لورغانيزاسيون كانت في جميع الأماكن ديال رقعة الميدان. قمنا يعني بعد الهجمات ترجعنا في النتيجة. قمنا الشوط الثاني بنفس السيناريو، الخمسة دقائق الأولى كيتسجل علينا الهدف، صعيب باش تحاول تخرج وما تبقاش اللور تخرج وتركز باش تحاول ترجع في النتيجه. الحمد لله اللاعبين ادوا بكل جديه وطبقوا النصائح ديال المدرب. رجعنا في المقابله وسجلنا الهدف التعادل، وكنظن بان في نفس الوقت التغييرات هما اللي عطاو واحد الاضافه اللي ترجعنا في المقابله. الحمد لله هذه المقابله خرجنا بنتيجه ديال التعادل، كنا كنتمنوا نرجعوا لمدينه طنجه بثلاثه ديال النقاط باش نفرحوا ديك الجمهور. الجميع كيعرف بان المشكل ديال الملعب، وحنا فريق اتحاد طنجه لابد من الجمهور اللي كتلعب ضد واحد اي، انا كنلعبوا في تيتوان ولا في اي ملعب بدون جمهور، الجمهور ديالك ولا واحد الجمهور يعني واحد نقولوا حنايا 50 حتى 80%، ما بين 50 حتى 80% عندنا لاعبين اللي هما عندهم تجربه، ولكن مع الاسف الشديد ما نشدوش في الملعب ولا ماشي ملعب. حنا بكل صراحه خصنا ملعب، خصنا جمهور، وحنا الجمهور ديالنا كيعاوننا. فنتمنى والله في العاجل القريب ان شاء الله يكون واحد الميدان اللي عندنا حنايا لعبوا امام الجمهور ديالنا واعطينا واحد الدفعه. وحنا الحمد لله باقيين في هذه الساعه كنشتغلوا، خصنا غير واحد عندي كليك امتيت فيكتوار اللي غيرجع اللاعبين في الدين ديالهم في الطريق الصحيح ان شاء الله. سي با لا فان دو موند، غنكملوا نشتغلوا مع الطاقم ومع المدرب واللاعبين ان شاء الله باش نحاول نمشيو الاسبوع المقبل لمدينه اكادير باش نجيب واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. اولا نقدم التحيات ديالي للجميع الموجود في القاعة. مقابلة عارفين بأن هذه تكون مقابلة صعيبة بكل صراحة، لأن الفريق ديال طنجة كيتركب على واحد كيتكون واحد التركيبة بشرية جيدة،
لاعبين اللي عندهم خبرة واللي عندهم مؤهلات كبيرة. يمكن أنهم المجموعة بدأت متأخرة أو تكونات وتجمعات متأخرة، ولكن كنظن هذه واحد جوج ولا ثلاث أسابيع ولاو هذوك اللاعبين كذلك على غرار الداودي، على غرار سعود، على غرار بزاف ديال اللاعبين، على غرار الشانسيج. كنظن بأنه جمعوا واحد الفريق اللي فيه أسماء وازنة، خفي كوناتي خلاص اللي ديجا داير دي بروف ديالو مع اتحاد طنجة، شاينا اللي رجع اللي جا الفريق. كنظن لأن لاعبين اللي مخضرمين ولاعبين اللي عندهم ليكسبيريونس ما يكفي باش أنهم يجريو لي ماتش أو يصعبوا على أي فريق يلعبوا ضده. أنا بكل صراحة كنت نبدأ كذلك اتحاد طنجة باش أنهم في المستقبل غادي يكونوا أفضل وأفضل بكثير. وهذه أشياء اللي جعلت أن المقابلة كانت باينة بأنها تكون مقابلة صعبة بالنسبة لنا، كذلك الوضعية اللي هما فيها كانوا ضروري أنهم يديروا إن رياكسيون. كنظن بأن الشوط الأول لا كونسيرفاسيون ديالنا والطريقة كيفاش بدينا المقابلة بديناها بطريقة جيدة بكل صراحة، على عكس المقابلة اللي فاتت. كنظن بأن لونطام دي ماتش كان بطريقة جيدة، الاستحواذ ديالنا على الكرة كان بطريقة جيدة، لورينتاسيون من اليمين اليسار، الأشياء اللي متفقين عليها باش أننا نلقاو لي زيسباس كو سوا سو لو كوتي ولا في الخلف ديال لو كومبارتيمون ديال الميليو تيران ديالهم، نلقاو لاعب اللي حر واللي من خلاله نقلبوا على اونتر دو انترفال. كنظن لأننا كنا ناجحين فيها. لكن من بعد جينا الهدف، تلقينا واحد الهدف بسرعة وبسرعة كبيرة بزاف عن طريق واحد مرة أخرى للأسف كورنر أو ضربة حرة ردات اتحاد طنجة في المقابلة. الشوط الثاني مرة واحدة أخرى هضرنا على كيف يمكننا نطوروا الطريقة ديال اللعب ديالنا وكيف يمكننا أننا نخلقوا لو ديزيكيليب في الكيباز فيرس. كنشكر اللاعبين على طريقة كيفاش مرة واحدة أخرى يزون انطامي لا دوزيام ميتون. كنظن خير دليل على ذلك هو الطريقة كيفاش سجل الهدف الثاني. من بعد بقينا بكل صراحة الأمور كانت غادية في الاتجاه ديالنا، كنا متمركزين بطريقة جيدة، كنا عندنا استحواذ الكرة، كنا كذلك كنلقاو لي زوكازيون. كنظن بأن جات واحد لوكازيون ديال الصاد اللي كانت تقتل المقابلة، الهدف الثالث. جات مرة واحدة أخرى أوكازيون ديال الصاد اللي كانت مرة واحدة أخرى تقتل المقابلة. كنظن فاش كتنتا بجوج لواحد وعندك اللي الاسبقيه على الفريق الخصم، لا من ناحيه النتيجه ولا من ناحيه كذلك ديال الكره وديال لانيماسيون، لا اوفنسيف ولا ديفنسيف. وكنظن فاش كتجيب لي زوكازيون كيخصك تسجلهم. كنظن بان مره واحده اخرى للاسف عاوتاني كنتلقاو هدف على طريق ضربه خطا بواحد الطريقه اللي فيها بزاف ديال السذاجه. كنظن بان في المستقبل القريب خصنا يمكن نركزوا فقط على الكوار الثابته في العمل ديالنا فقط، لان الاهداف اللي كيتسجلوا علينا كاين واحد النسبه كبيره بكوار ثابته. وكنظن بان سي نورمال في ذاك الوقت فاش سجل الفريق ديال اتحاد طنجة الهدف كياخذ عليك واحد الصدق من ناحيه سوغ لو بلون بسيكولوجيك. الشيء اللي بانوا بانهم فداك من بعد تسجيلهم الهدف ولات عندهم واحد التحرر، ولات عندهم واحد الرغبه. بالمقابل الفريق ديالنا يمكن كان ما كانش في الماتوريتي كنا يتشجعنا شي هدف اخر ونضيعوا المقابله، ولكن كانت في الماتوريتي لان التوقيت اللي تشجعنا فيه الهدف كيسمح للفريق الخصم باش يكون عنده واحد الصدق من ناحيه بسيكولوجيك كيف ما سلف ليا وذكرت، وكيجعل الفريق اللي تسجل عليه الهدف انه ياخذ واحد الضربه من ناحيه سيكولوجيه. وغالبا ما في سيناريوهات بحال هكا الفريق كيتشجع عليه هدف ثالث. الحمد لله ما تشجعناش الهدف، كنظن لانه كنا نستحقوا يمكن انتصار او كان علينا اننا ننتصروا، ولكن الخير فيما اختاره الله. نقطه كذلك خارج الديار كتبقى جيده حقيقه، اننا وسط الديار درنا تعادل ضد بركان، تعادل ضد الدراجة، يمكن تقول بأن ضد فرق قوية ولكن كان علينا ننتصروا. مي دائما التعادل على برا من الميدان تيكون إيجابي، بشرط أن المقابلة الجاية ضد توارقة نجيبوا الثلاث نقاط نتاعنا إن شاء الله. الرحمن الرحيم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.